وينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر. أهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، ماذا يميز الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية عن سابقتها؟ طبعا بطاقات الهوية الوطنية كمعيار دولي يعني يجب أن يتم تغييرها كل فترة بما يتواكب مع الأنظمة الأمنية والتقنيات المعمول فيها. اليوم دشن سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخليه الجيل الثالث من هذه البطاقه. هي صدرت هذه البطاقه وكان التوجيه الكريم ان تكون احد مرتكزات الحكومه الالكترونيه ان شاء الله. تم تطوير هذه البطاقه بحيث تستوعب الخدمات الالكترونيه المتقدمه التي ستتم في الفترة المقبلة إن شاء الله. نحن مقبلين عليها خدمات إلكترونية متعددة. طبعا البطاقة هذه تشمل الصورة والبيانات بالعربي وباللغة الإنجليزية، أيضا سيكون فيها بيانات جواز السفر ورخصة القيادة وسجل الأسرة. إن شاء الله راح يتم العمل فيها، بدأ العمل تطبيقها الآن في بعض المكاتب في مدينة الرياض إن شاء الله، وراح تدشن في باقي مدن المملكة إن شاء الله خلال العشر أيام المقبلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. البطاقة هذه طبعا تتميز بشريحة ذكية جدا، شريحة تلامسية، يتم قراءة جميع معلومات البطاقة إن شاء الله، راح تقرأ عن طريق قارئ البطاقة الذي سيكون مع الجهة التي تطلب بيانات هذه البطاقة إن شاء الله. نعم، متى سيتم البدء في إصدار البطاقات الجديدة؟ هو إن شاء الله من التدشين اليوم بدأ فعلياً، كما قلت لك في مدينة الرياض بدأت بعض المكاتب إن شاء الله، راح تكتمل إن شاء الله بقية المكاتب في أرحى المملكة إن شاء الله خلال العشر أيام المقبلة إلى 14 يوم عمل إن شاء الله، راح تكون بالكامل إن شاء الله بإذن الله. وشكراً لكم على جهودكم المبذولة. إذا كان معنا من عبر الهاتف المتحدث باسم وكالة الأحوال المدنية الأستاذ محمد الجاسر، شكرا جزيلا لك.